تبلغ أعداد الجواميس في العراق وبحسب إحصائية وزارة الزراعة 318,000، وبسبب جفاف الأهوار وانخفاض مناسيب المياه نفقت المئات من تلك الجواميس وبيعت المئات منها. انتقلت بعض تلك الجواميس بعد أن بيعت انتقلت إلى محافظات جديدة وبيئة غير بيئة الأهوار التي تعيش فيها، وبالتالي يمكنك مشاهدة ثور، ربما جاموس، في أي مكان آخر غير الأهوار. هذا ما حصل فعلا في محافظة النجف، وبسبب مخالفة شروط الرعي اقتحم جاموس هائج مساء أمس، اقتحم سوق المدينة القديمة وسط النجف، ما أثار الهلع بين المواطنين وتسبب بحدوث إرباك وهلع بين الزائرين والمارة في المدينة القديمة، ودخل إلى أحد المقاهي في الشوارع الرئيسية، مما أدى إلى فرار من في الشارع ومن في داخل المقهى بعد أن تفاجأوا وذهلوا وصدموا بدخول الجاموس الضخم الكبير الأسود إلى داخل المقهى. فما الذي سيفعلونه؟ بطبيعة الحال سيهربون أيضا. لنتابع. حالة الذر والهلع لم تدم طويلا، إذ سرعان ما تمكن مالكو الجاموس الهائج الهارب وكذلك أفراد من القوات الأمنية من السيطرة عليه دون حدوث إصابات بين الزائرين والمواطنين. في حين انتشر مقطع الفيديو هذا على منصات التواصل في السوشيال ميديا بشكل كبير، أيضا أحدث تفاعلا واسعا مخلفا الكثير من ردود الأفعال والتعليقات، ونحن بدورنا تقصينا عن تلك التعليقات واخترنا نماذج منها لنقرأها لكم الآن بعد أن تظهر على الشاشة. فيما يتعلق بقصة هذا الجاموس الهائج، أغلب الفيجات نقلت على أنه ثور هائج، ولكنه ليس ثور، هو جاموس هائج هرب من صاحبه أو من مالكه. التعليق الأول من فاطمة تقول: أحد تأذى لو طلعوا سلامات، إنه بخطية الثور فات عليهم واحد واحد، كأنه يقول لهم والله ما تطلعون إلا شربون شاي. وعلى حسابي النوب هذا مو ثور، هذا جاموس مبين من شكله، كلها تقول ثور. تعليق آخر من علي عامر يقول: يا أبويا شلون جاموس شكبرة، تخيل وانت تشرب شاي ويفوت عليك هذا الجاموس ورأسا تحس نفسك بإسبانيا، لو تشيلك رجلك تركض بيك، لو تبقى بمكانك ما تتحرك من الخوف. نطالب بحصر الجواميس بيد الدولة. تعليق آخر من سيف يقول في تعليقه: هاك تفضل 2023 عاد لو بإسبانيا كان قلنا مهرجان مصارعة الثيران، بس بالنجف شي يسوي؟ يشتري دهينة؟ بس ذكرني بمقلب رامز من يدخل الثور على الضيف بالمطعم، صارت صدق وبالنجف يبعش تريدون. تعليق آخر من أحمد يقول: أحمد اركض أخوي عامر اركض،
هذا خاف تأخر على الطلبية أو تأخرت عليه الطلبية مالته وإجا يسأل عليها ويشوف شنو الموضوع، إنه خطية هذا الطفل قاعد همزين ما تأذى وما صار شيء بأحد، الله ستر، والله انقهر من أشوف هيك شيء يصير بالبلد، انفضحنا يا خلق الله. أيضا تعليق من سلمان يبدأ بضحكة ثم يقول الزلم الخشنة، كلها تطافرت حتى الشياب ما بيهم حيل يركضون، بس بصراحة هاي تالي الرعي العشوائي للماشية، طليا نصخول يسرحون بيهن بالشارع، النوب جواميس وبعران صارت، وين القانون؟ وين المسؤولين على هذا الموضوع؟ النوب بس تحكي وياهم تطلع عشيرة عليك ويفصلوك على مجاموس.